بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر لمحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وحضور حشد كبير من أعضاء الغرفة وكبار الشخصيات الاقتصادية في البلاد، أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت حفل تكريم لرئيس الغرفة السابق السيد علي ثنيان الغانم. وخلال الحفل أشاد الحضور بدور وجهود السيد علي ثنيان الغانم الذي لعب دورا كبيرا في تأسيس الاقتصاد الكويتي وساهم أيضا في نهضته. بحدث استثنائي أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت حفل تكريم لرئيس الغرفة السابق السيد علي ثنيان الغانم بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر لمحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكذلك حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد محمد جاسم الصقر وحشد غفير من أعضاء الغرفة وشخصيات اقتصادية محلية ودولية. حقيقة قد لا أجد في كلمات لغة الضاد بما رحبت، ما يمكن أن يعبر عما يجيش في صدري من مشاعر في هذا اليوم الخاص جدا بالنسبة للوالد وبالنسبة لي وبالنسبة لكل أسرته. أشكر حقيقة الأخ محمد الصقر وأخوانها أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على هذا التكريم من المؤسسة أو المكان التي أعرف أن الوالد يعتبرها بيته الأول، نشأ بها وترعرع بها وكان عضوا في مجلس إدارتها حتى تبوأ رئاستها لفترة طويلة من الزمن، وأنا لا أعتقد بأنه يمكنه الانفصال عن هذه المؤسسة التي تعيش بداخله كما يعيش هو بداخلها. شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من كرم، شكرا لكل من شكر، شكرا لكل من تعنى المشقة وأتى ليكرم الوالد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بالصحة والعافية وطول العمر، وشكرا لكم أيضا أنتم كإعلاميين على هذه التغطية المميزة. هذه أصول أهل الكويت، هذا محبة أهل الكويت بعضهم لبعض، هذا تواصل أهل الكويت، وهذه النتيجة نشوفها اليوم. اليوم العالم كله يشوف من هم أهل الكويت، وللأمانة أفتخر وأعتز بكل الحضور، وانا اعرف ان كثير جماعه كم يحضرون ما قدر المكان ما يجن، وكل اتمنى الله يديم ويحفظ هذه الكويت ويوفق اميرها وسمو ولي العهد لهذه البلد، وان شاء الله يستمر هذا العطاء وهذه المحبه. بما لا شك اليوم ان العم علي الغانم الله يحفظه احد القامات الاقتصاديه الكبيره والمشهود لها في الكويت، وممن قدموا الكثير من ابواب العطاء والبذل لهذا الشعب ولهذا البلد، وأقل ما نقدر نقدمه له اليوم أن نحضر اليوم في يوم تكريمه مقابل كل اللفتات الإنسانية والوطنية التي قام فيها، وهذا أقل ما نقدر نقدمه لهذا الرجل المعطاء، ونسأل الله العلي القدير اليوم أن يديم عليه نعم الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله، ونسأل الله أيضا أن يكون هذا العطاء هو نبراس لأجيال من بعده بإذن الله. وأشاد الحضور بدور السيد علي ثنيان الغانم في مسيرته التي امتدت لأربعين عاما عمل خلالها بإخلاص وتفاني للارتقاء باقتصاد البلاد ونهضته. والله يعني أولا أشكرك على هذا الكلام الطيب، وأشكر الجميع يعني في هالمناسبة اللي فعلا قدموها لشخص، مو لأني يمكن أنا تكون شهادتي مجروحة، بس لأن أنا عمري طويل معاه أحسه وأشوفه، لشخص حب الكويت وحب يخدم الكويت ويعلي اسمها مو بس بمجال عمله بس حتى في أشياء كثيرة في العالم كله. فأنا سعيدة جدا بهذا التكريم، وأشكر الجميع اللي ساهموا، وأشكر الكل اللي فعلا حضر وشارك وحب انه يعبر عن شعوره بالنسبه لهذا الرجل. انا بالنسبه لي يعني شهادتي تكون مجروحه، ولكني احس ان هذا الرجل قدم الكثير الكثير لبلده ولاهله، وان شاء الله الله يعطي الصحه والعافيه ويوفق الكويت ويحفظها لنا برعايه سمو الامير والولي العهد، والله يحفظكم جميعا ويحفظ اهل الكويت جميعا. يعني احنا نعتقد انه رجل هادئ
ولا عنده يعني خصوم وايد بحيث انه يفاجئون فيه. فمرت القرفة في زوابع كثيرة خصوصا بعد الاحتلال وهذا، وحاول بعض الناس ان يغيرها وتشكيلها ونظامها، وتعدت كلها في عهده، خمدت كل هالاشياء ولو شفنا منها شيء. انا تشرفت بالعمل مع العم مرزوق ما بين 2006 و2000 ونهاية 2011 عندما انتخبت عضوا في مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الكويت، وتعلمت منه الكثير، واسال الله عز وجل ان يلبس ثوب العافيه وان يطول بعمره وان يعني يحفظه لاسرته الكريمه. الحقيقه قامه تعلمنا منها وما زال نتعلم منها. وفي نهاية الحفل قام العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية بتكريم السيد علي ثنيان الغانم، والذي عبر عن شكره وامتنانه لهذا التكريم. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.